السلام عليكم. ده تسجيل كده سريع لحضرتك عشان يعني احاول اوصل الفكره العامه لحضرتك على الموقع اللي بيتم ده درجه الاساس للموقع تويترين دوت كوم، وده هتلاقي عليه مجموعه من النماذج حسب ما بتشتغل من الموبايل او من الديسكتوب. اللي بيعنينا في الامر ان احنا بندخل على منصه الطباعه، فلما بندخل على منصه الطباعه هتودينا الويندو دي. الويندو دي بتفتح فيها مجموعه من المنتجات اللي ظاهره، ولما بننزل تحت بنلاقي تصنيفات، بنلاقي تصنيفات كتيره، صفحات كتيره بنقدر نتنقل ما بينها، وتصنيف مجموعه من التصنيفات اللي منها. اللي يعنينا هنا الليزرز والباك، على ما نرتب بقى باقي الامر وباقي الكتالوجات مع حضرتك هتشوف ايه اللي حضرتك هتشتغل عليه. هنا مثلا عشان الشنطه بس حضرتك بعتها لي، فندخل على الليزرز والباك دي، بتودينا لكاتيجوري تاني كده عليه مجموعه من المنتجات اللي هي برضو منتجات افتراضيه. ممكن يبقى كل الكتالوجات دي بقى كلها متاحه للتنفيذ في تي برنت او غيرها، يعني المنتجات دي او منتجات تانيه او منتجات تالته. ده كل ده عشان بس توصيل الفكره. ونروح مثلا للصفحه الاخيره كده عشان احنا وصلنا لحد هو اخر منتج مرفوع يعني. تمام، بلاقي منتج هنا انا كريته كده، او موقف هنا انا كريته كده. طبعا هو برده مش احسن حاجه، انا بس استبدلت الصوره اللي انت بعتها بصوره تكون واجهتها معدوله شويه لان الثانيه فيها ورب شويه يعني. وانا رجعت عدلتها لو انت عايز على نفس النموذج، بس هو النموذج نفسه ما كانش، النموذج نفسه اللي حضرتك بعته ما كانش مقصوص برده حتى بشكل كويس، فانا حاولت اشوف الصوره تكون قريبه لحد ما. تمام، فدي الصوره الموقع اللي اتكريت عليه، التليفونات بتاعتك عليه، الواتساب عليه، كود كده يعني ممكن يبقى ريفرنس عندك حضرتك حاطه عليه، الابعاد بتاعت الشنطه دي عليه، اللوجو وعليه الشعار بتاعك وعليه الخدمات اللي حضرتك بتقدمها. تمام، ده ممكن يبقى لحضرتك على الاديتور منتج، ممكن يبقى لحضرتك على الاديتور 1000 منتج حسب ما حضرتك هتقول دي المنتجات اللي موجوده معايا. تمام، طيب دي مجموعه من التمبلتس، مثلا في مجموعه من التابوبات من هنا. اكتر حاجه هتعنينا من هنا مثلا احنا لو دخلنا على الكليب ارت مثلا وفتحنا السهم الصغير ده، هنلاقي بيدي لنا ايه سب كاتيجوريز، واحنا بنعمل سكرول تحت من هنا كده بيفضل يحمل معانا في ايه عشرات الالاف من الاليمنت. تمام، السكرول ده كده كل كاتيجوري من دي، الكاتيجوري دي هتتغير مع الوقت يعني، بس لسه الواحد شغال عليها يعني، فمش كل حاجه الواحد بيقدر يركز فيها. تمام، اللي يعني هنا في الامر هنا مثلا ندخل على الباترن، حضرتك بتطلب بين حضرتك طلبت الباترن، وهي الموديلات دي بيكون اللي عليها الباترن يعني، فهتلاقي حضرتك مجموعه من المنتجات، اي باترن بتعمل اي باترن بنعمل عليه كليك هنلاقيه بيتحمل على الموك اب. البطء ده معلش عشان الجهاز لتسجيل الشاشه. تمام، بس بنسحب كده وبنعدل وبنقدر نعمل روتيت للتصميم زي ما احنا عايزين، لو عايزين نظبطه بزوايا معينه. تمام، فدي بنعمل روتيت للتصميم، بنعمل له دوبليكيت، بنعمل له او بنحط الصوره زي كده، وبنبدا ندخل من هنا ندي لها مجموعه من الافكتات، نقدر نضيف افكت معين على الصوره بتاعتنا يعني، مش لازم الصوره اللي حملناها يعني تخرج برده للتنفيذ بنفس الشكل اللي خرجت بيه. تمام، فهنا حضرتك هتلاقي اي كل ما بنضغط ضغطه هي بتدي للصوره افكت معين. ده مثلا موديل اي بطء، معلش انا بعتذر عنه، بس ده عشان بقول لحضرتك الشاشه اللي بتعمل ريكورد، الاكستنشن اللي بيعمل تسجيل للشاشه يعني. تمام، موكب مثلا تاني، خلاص انا صوره تانيه او باترن تاني انا حطيته وعجبني. تمام، حطيت بدخل. طيب باترن زي ده مرفوع بصيغ معينه، فانا بقدر ادخل من هنا وبقدر اعمل كده، انا خلاص انا مش عاجبني مثلا الارضيه دي، بدخل اقدر اعمل كده. فهقدر بقى اكمل الفرايتي اللي ممكن هتكون متاحه لو حد بيشتغل على التصميمات، كل اليمنت بقدر ادخل اعمل له كاستم عشان اكريت حاجه تانية خالص جديده فبنلاقي نفسنا بنقدر نولد من كل تصميم واحد عدد كبير جدا من التصميمات. ده معناه بقى ان صفحه السوشيال ميديا هتبقى صفحه ريتش جدا، عليها بدائل كتيره جدا، عليها منتجات كتيره جدا، وهو خلاص وده منتج واحد واخد ده منتج واحد واخد كود واحد ومعروف، خلاص معروف في المطبعه ومعروف في التنفيذ ان ده قصته ايه واي منتج مين والريفرنس بتاعه ده مثلا بيجيبه منين ولا من عند مين ولا تكلفته ايه. تمام، بس بنقدر نعمل كامبين او بنقدر ننشر الشغل بعد ما بنبني يعني في اسرع وقت ممكن ان شاء الله كل يعني كامل الكتالوج، خلاص بنلاقي عندنا منتج زي ده الصوره زي دي. او برضو عندنا حاجات تانيه بنروح للتكست ونقدر نكتب، لو احنا عايزين نكتب حاجه معينه، لو احنا عايزين نكتب كلام معين على الشنطه او عايزين نكتب حاجه عايزين نحط على الشغل ده نعمل له ووتر مارك مثلا، طيب خلاص وقفنا كده ورحنا قايلين جايين من هنا كده وكتبنا من هنا اي تي. تمام، سيبناها كده وجبنا بعد كده الاي تي شديناها كده. تمام، ورحنا جايين من هنا كده قللنا الاوباسيتي شويه كده عشان يبقى ده ايه، ده لوجو المنطقه بتاعتنا او رقم تليفوننا على المنطقه عشان الصور ما يتعملهاش تحميل. تمام، يبقى كده برضو امننا الشغل بتاعنا عشان ما يبقاش الشغل بتاعنا متاح للايه، للناس تاخد الصور وتشير منه. ده بالنسبه للتكست. عندنا بعد كده الشيبس، لو عايزين بقى عندنا عشرات الالاف من الاليمنت، لو احنا عايزين نكون حاجه معينه خاصه بينا او نبدا ندخل ناخد حاجه بحاجه من الشيبس دي كلها ونعيد عليها كاستم او نشتغل احنا عليها بمزاجنا او اي حاجه، اي اليمنت بناخده زي كده بينزل لنا يعني. احنا ممكن نبدا نكون باتر من بس من الاليمنت اللي موجوده من دي،
من الاليمنت الموجوده دي، ونقدر نكستم الالوان زي ما احنا عايزين كده وشايفين. في بعد كده عندنا الايمج، لما بندخل بنلاقي هنا الفري هيخليك تقدر تدخل تاخد صور او باترن او ايا كان منتجات من الفري سورس زي بيرسيت وزي انسبلاش وزي الحاجات دي كلها، او السوشيال ميديا برضو تعمل عليه سيرش سيرش برضو، او الكاتيجوري اللي هتبقى موجوده على الموقع، ودي هتكون مجموعه كبيره جدا ومجموعه كلها مميزه ان شاء الله. يعني تشوف حالك مثلا منتج زي كده، خلاص ادي الشنطه ادي المنتج خلص، وزي ما حضرتك قلت تقدر تقف على المنتج كده وتقدر تضيف من هنا مجموعه كبيره من الافكتات، بحيث ان الموديل واحد يتولد منه مجموعه كبيره كمان من الموديلات، يعني كل صوره يتولد منها عدد كبير جدا من الموديلات. تمام، بس خلصنا مثلا المنتج زي كده وخلاص، وحابين نعمل عايزين نعرف احنا اللي ممكن، يعني بعد ما نخلص كده بنقدر نعمل شير من هنا، بيقول بقول له كرييت لينك، بيكريت بسمي مثلا الموديل ده زي ما انا مسميه مثلا كده اي تي 2B001. تمام، وبقول له كرييت لينك، فهو بيعمل لي لينك للموديل ده. في نقطه تانيه برضو انا نسيت اقول لحضرتك عليها، بتقدر تعمل على تويتر او بنترست او فيسبوك مباشره من هنا على طول، تعمل شير للمنتج على الفيسبوك، او تعمل كليك تضغط على اللينك فهيتم ايه نسخ اللينك، وتقدر تعمل بوست بالايه لو مثلا جروبات الفيسبوك ولا جروبات التليجرام او الكلام ده كله. طيب انا برضو الموديل ده انا عايز اعمل الموديل ده حاجه تانيه، انا عايز اعمل الموديل ده عايز اعمل للموديل ده فين الباركود، عايز اعمل الموديل ده باركود، فبسمي الموديل ده مثلا A2B Trend. تمام، باجي الباركود بتاعي انا حطيته اهو كده. تمام خلاص، وحطيت الباركود بتاعي من هنا، بس هو هنا انا عشان مش سايب لك مساحه تحط فيها الباركود، في اي مره هتطلع فيها بره مساحه التصميم هتلاقي المنتج ده. ممكن نعملها مثلا كوتر مارك ولا حاجه، بس برضه لما بتعمل سكان يوصل للمنتج ده. تمام، او برقم تليفوناتك او اي حاجه زي كده تقدر تكريت الباركود ده. تمام، طب خلصت انا نعمل ايه بعد كده؟ نقدر نعمل برنت بي ان جي او اس في جي، بنختار المقاس اللي احنا عايزينه. تمام، بنعمل كاستم مقاس لو احنا عايزين بالانش ولا بالسايز ولا بالبكسل حسب اتحكم المكان، بورتريت ولا لاندسكيب، عايزه يبقى انكلود، عايز تعمل داونلود. هنا انا هعمل داونلود للصوره اللي حضرتك شايفها دي بدون ما يبقى انكلود البيس، فبقول له مثلا داونلود. انا بصراحه ما جربتش لان مفيش برنت، فانا ما جربتش فكره انك تعمل برنت ناو لو انت كونكتد، او لو انا فاتح ان حضرتك تعمل برنت ناو، يعني ممكن نبقى نرتبها فتقول مثلا لو حضرتك بتعمل برنت ناو ده ايه اللي بيحصل بقى، انا ما مش عارف يعني، ما فيش ولا مره انا كونكت على برنتر فما اعرفش ايه اللي بيتم حقيقه. لكن هو المفترض ان حد كام حدش هيبقى ليه دخول على الـ على الـ على الايديتور الا من خلال يوزر نيم وباسورد يعني. تمام، وعايز اعمل مره ثانيه داونلود بدون ما يكون بانكلود البيز. انا بعتذر مره ثانيه برضو عن التاخير، بس البرنامج اللي بيعمل ريكورد بيكون حاجه صعبه جدا. لا اكزيت ايه، تمام، انا بوري عايز بس اوري حاجه، هو كده عمل داونلود للصور اللي تصميم حضرتك شايفه ده بدون ما يعمله انكلود البيز. فلو انا فتحت كده عشان اوري حضرتك برضو ايه هو اللي بيحصل له داونلود. تمام، فادي المساحه اللي هتعمل لها داونلود. تمام، المره الثانيه ان انا اقول له انكلود بيز واقول له داونلود عشان بس اشوف برضو هو هيديني ايه لو انا اعمل بعمله فاتح له انكلود بيز. المفروض ان هو كده هينزل لي بقى التصميم اللي انا شايفه ده كله، مش بس مساحه، مش المساحه بس اللي انا محتاجها عشان اطبعها او عشان اعملها برنت، هو هنا انكلود بيز هينزل التصميم يعني هينزل الصوره اللي انا شايفها دي كلها. ممكن حضرتك بقى من خلال اي جهاز كمبيوتر ولا حاجه تتست الحاجات اللي بقولها لحضرتك دي، ويعني اتمنى ان يكون الامر كده هيبقى يكون ان شاء الله واضح يعني. انا مش عايز اقفل بس الريكورد، مش عايز يعني مش عارف اطول الفيديو ولا اسيبه قصير ولا ايه، بس يعني عايز اوضح كل حاجه، بس هو التسجيل بيخلي كل حاجه بطيئه بصراحه. بس حضرتك ممكن تعمل داونلود بالانكلود البيز، بتاع الانكلود البيز ده، وتشوف هو هتلاقي حمل الصوره دي بالكامل، بحيث ان نقدر الصوره دي كلها بعد كده يتعمل لها شير على السوشيال ميديا. ان شاء الله يكون حمل اهو، بس اوريه لحضرتك واقفل التسجيل ده باذن الله.
ده مرة تانية كل البطء ده بسبب بس الاكستنشن اللي بيعمل تسجيل السكرين بتاعت اللاب. لو انا فتحت هنا قلت له اوبن فايل، تمام، يبقى دي هتنزل لي صورتي كلها اللي انا بقدر اخد صورتي كلها واعمل بيها شير او اعمل بيها بوست في السوشيال ميديا، عليها تليفوناتي، عليها بياناتي، عليها لينكاتي، عليها كل الداتا حسب ما حضرتك عايز تحدد برضو من هنا. لا في حاجات يعني كل ده بنقدر نكريته ونعدل فيه ويبقى فيه كنترول كامل عليه.